عشان لو احتجتوها قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 10 ماث الجبرا حصة تجريبية، هناخد فيها introduction in complex number. complex number ده بيتكون من حاجة اسمها imaginary number وحاجة اسمها real number. عارفين ايه الريل نمبر دي؟ اخدناها في السنين اللي فاتت كلها. كاونتنج نمبر اللي هي 1 2 3 4 5 6، وبعد كده خدنا الايفن نمبر 0 2 4 6 8 وهكذا، والاود نمبر اللي هي 1 3 5 7، وبعد كده خدنا الناتشرال نمبر 0 1 2 3 4 5 6، وخدنا الانتجر البوزيتيف والنيجاتيف. ماشي. فاكرين الحاجات دي ولا لا؟ ايوه مستر. ماشي. ايوه وبعد كده خدنا الراشنال نمبر والاراشنال نمبر، وقلنا الايه اخر حاجة الريل نمبر اخدناها اللي هي كل النمبرز اللي بعد كده. طيب ايه الايماجينري نمبر دي؟ كان يجي مثلا يقول لي الحاجة الوحيدة اللي مش ريل نمبر اللي هي سكوير روت اوف 4 مثلا ايكوال كام؟ حد يعرف؟ تو. حد عنده اجابة تانية؟ بلس اور ماينس 2. اكسلنت، صح. بوزيتيف اور نيجاتيف؟ كان دايما السكوير روت ليه 2 انسر، بوزيتيف اور نيجاتيف 2. طيب لو هو قال لي سكوير روت اوف نيجاتيف 4، حد يعرف؟ نيجاتيف 2 undefined. undefined، صح. طب ليه مش نيجاتيف 2؟ نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 2 هتديني نيجاتيف 4 يا عبد الله؟ لا، يبقى النيجاتيف 2 دي غلط. طب عشان يحل الأزمة دي كان يعمل إيه؟ قال لي إن سكوير روت أوف نيجاتيف 4 إيكوال سكوير روت أوف نيجاتيف 1 ملتبلاي سكوير روت أوف 4. كده بقت مظبوطة صح؟ قال لي لا دي مش مظبوطة برضه. إيه سكوير روت أوف نيجاتيف 1 دي؟ قال لي اللي هي الأي الإيماجينري نمبر. يعني الإيماجينري دي عبارة عن سكوير روت أوف نيجاتيف 1. وسكوير روت أوف 4 دي يبقى سكوير روت اوف 4 اي. يبقى انا عشان اشيل النيجاتيف من جوه السكوير روت بقسمها لجزئين، سكوير روت اوف نيجاتيف 1 اللي هي الاي، وبعد كده السكوير روت اوف اي نمبر. ماشي كده. سكوير روت اوف 7 مثلا، نيجاتيف 7 ده عبارة عن ايه؟ مين يقدر يقولها؟ square root of negative 1 اللي هي الاي باي square root of 7. ماشي، تبقى square root 7 اي. تمام كده. في حد مش فاهمها؟ لا. طيب هدى جريد 10 مات يا هدى، اولى ثانوي مات؟ ايوه مستر. ماشي. احنا في اول درس اللي هو introduction to in a complex number، قلنا الكومبلكس نمبر ده real number و imaginary number. الاول عرفنا ال imaginary number ده اللي هو مين؟ square root of negative 1. طيب يجي عايز square root s ال i power 2 equal كام؟ ال i equal square root of negative 1. طب ال i power 2 حد يعرف؟ square root of negative 1 multiply square root of negative 1 equal كام؟ negative 1. ال square root بيروح مع ال square root. ال i power 3 equal كام؟ هقسمه لجزئين i power 2 multiply ال i،
الاي باور 2 اللي هو نيجاتيف 1 ملتبلاي الاي نيجاتيف 1 ملتبلاي اي بكام؟ نيجاتيف اي. اي باور 4 ممكن نخليها اي باور 2 ملتبلاي اي باور 2. الاي باور 2 قلنا بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 1 ايكوال كام؟ حد يعرف؟ One. Excellent. دول بيتحفظوا كده. الاي اي باور 2 ايكوال نيجاتيف 1 اي باور 3 ايكوال نيجاتيف اي باور 4 ايكوال 1. اللي انا كاتبه على البورد ده في اي جزء فيه مش مفهوم؟ لا ماشي. الناس اللي لسه داخله في اي مشكلة في اللي انا كاتبه؟ ماشي يعني اكمل. قلنا عندي اربع حاجات اي واي باور 2 اللي هي ايكوال نيجاتيف 1 واي باور 3 اللي هي نيجاتيف اي واي باور 4 اللي هي ايكوال 1. كله عارف هي جت منين. ماشي. في الاكزامبلز اللي هو الجزء الاولاني في الدرس بيقول لي مثلا اي باور 7 مثلا عباره عن كام؟ قال هقسمها برضو اي باور 4 ملتبلاي اي باور 3. طب اشمعنى التقسيمه دي؟ قال اي باور 4 كده كده ب 1 يعني كانها مش موجوده. يعني اي باور 7 هي هي اي باور 3 اللي هي بكام؟ بنيجاتيف اي. في حد مش فاهمها؟ اي باور 14 ايكوال كام؟ بيقول لي اي باور 12 ملتبلاي اي باور 2. طب اشمعنى 12؟ قال ان 12 دي divisible by 4 يعني هتبقى ب 1. ليه؟ اي باور 12 يبقى عباره عن اي باور 4 ملتبلاي اي باور 4 ملتبلاي اي باور 4 ودي ب 1 ب 1 ب 1 يعني كلهم ايه يطلعوا في الاخر 1. يعني اي باور 14 دي قسمتها الاول نمبر divisible by 4 اللي هو 12 12 بلس 2 يديني 14 12 طبعا بشيلها خلاص ب 1 يبقى لي اي باور 2 اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 1. طيب عايز حد يعمل لي اي باور 17 مين يدخل معايا اي باور 17؟ قول يا عبد الله. سبعتين هتبقى 3. اي باور كام ملتبلاي اي باور كام؟ قلنا هدور على اول نمبر ديفيزابل باي 4 و 6. 17 دي هل هي ديفيزابل باي 4؟ ينفع اعملها ديفايدد باي 4 ولا لا؟ لا. طب 16؟ اه ماشي يبقى خليها 16 يتبقى لي كام من ال 17؟ يبقى لي 1. يعني اي باور 17 اخليها اي باور 16 واي باور 1. اي باور 16 كده كده بكام؟ ب 1. عارف ليه ولا لا؟ عشان 16 تقسم ل 2. لا ينفع تعملها ديفيزبل باي 4 عشان اي باور 4 ايكوال 1. يعني اي باور 16 ده اي باور 4 ملتبلاي اي باور 4 اربع مرات فخلاص دي ب 1 يتبقى لي اي باور 1 اللي هي اي. يعني اي باور 17 اقدر اشيلها واحط بدلها ايه؟ اي. يبقى اي باور اي حاجه بقدر احولها لايه؟
يا اما اي باور 1 يا اما اي باور 2 يا اما اي باور 3 يا اما اي باور 4. ماشي؟ يعني هما الثلاثه دول ما بيخرجش عنهم كل المسائل. ايوه بالظبط كده، اي اي لازم تتحول لواحده من الاربعه دول. خلاص هدى جاهزه تعملي معايا واحده؟ ماشي يا مستر. ماشي، عايز اي باور 19. هقسمها لاي باور كام واي باور كام؟ بشوف ايه اول نمبر ديفيزبل باي 4 بعد ال 19 وانا نازل لتحت. ال 19 ينفع ديفيزبل باي 4 ولا لا؟ لا ما تنفعش. طيب 18 18 برضه لا. طب 17 17 برضه لا. طب ممكن 16 16 ماشي اكسلنت 16. ويتبقى كم من 19؟ 3 3. اي باور 16 دي هتبقى بكام؟ بوان صح؟ ولا مش مقتنعة؟ لا مش فاهمة الحتة دي ماشي، اي باور 16 دي عشان هي ديفيزابل باي 4 هقول لها ان هي اي باور 4 ملتبلاي اي باور 4 ملتبلاي اي باور 4 اربع مرات صح؟ عارفة القاعدة بتاع الباور ان انا بعمل لهم بلس كلهم فهتطلع 16. ماشي، اي باور 4 بكام؟ 1 ملتبلاي اي باور 4 بكام؟ 1 برضه اي باور 4 1 اي باور 4 1 1 ملتبلاي 1 ملتبلاي 1 ملتبلاي 1 ايكوال 1. ماشي، عشان كده اي اي باور نمبر ديفيزابل باي 4 بعتبرها ب 1. فهمتها كده ولا لسه؟ ايوه فهمتها. شكرا يا مستر. شكرا. يتبقى لي اي باور 3. اي باور 3 اللي هي بكام؟ نيجاتيف اي. نيجاتيف اي، يعني دي تعتبر نيجاتيف اي. يبقى اي باور اي حاجه ينفع تكون واحده من الاربعه دول دايما. خلاص كده، مين يقدر يحل معايا كمان مساله؟ طيب روان تقدري؟ ماريا؟ ايوه مستر. تقدري تحلي معايا مثلا؟ او ماشي، اي باور 65 هي مش هتبقى divided by 4. ماشي، هقللها شوية 64. ماشي هتبقى ثواني 16 و 16. لا 64 هتنفع. ايوه 64 هيتبقى لي كام؟ هيتبقى لي كام لما اعمل ايه؟ ال 65 قسمتها لجزئين 64 بلس كام يديني 65 1. ماشي كده. طيب اي باور 64 دي ب 1 دي فيها مشكله؟ لا يعني اي باور 65 هي اي باور 1 اللي هي باي، يعني اقدر اقول ان الكلام ده ايكوال كام اي. اوكي فهمت. ماشي تمام. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ملك؟ الحمد لله. هو انا لسه داخله حالا، هو انا فاتني كتير ولا أولى ثانوي بس؟ لا، حاجات بسيطة يعني، أعيدها بسرعة. إن أول درس اللي هو الكومبلكس نمبر بيتكون من ريل نمبر وإيماجينري نمبر. إيماجينري نمبر ده اللي هو إيه؟ الأي، برمز له برمز الأي، ماشي؟ وقلنا إن الأي ده عبارة عن إيه؟ سكوير روت أوف نيجاتيف 1، ماشي؟ خليته أي باور 2 تمام. اللي هو سكوير روت اوف نيجاتيف 1 ملتبلاي سكوير روت اوف نيجاتيف 1 هيديني نيجاتيف 1. طب اي باور 3 عباره عن اي باور 2 ملتبلاي اي، نيجاتيف 1 ملتبلاي اي اداني نيجاتيف اي. طب اي باور 4 اي باور 2 ملتبلاي اي باور 2 اللي هو نيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 1 ايكوال 1، ماشي؟ وعمالين نلعب بقى من ساعتها. طب اي باور 17 اي باور 24. ايوه عارف عارف الكل كل بزاز. عارف ايه؟ بزاز. ماشي انا طردت. طيب اي باور 27 مين يعملها معايا؟ انا يا مستر ممكن احاول. ماشي اتفضلي. احنا بندور على اول نمبر ديفيزابل باي 4 بعد ال 27. ليه؟ لانه هيكون بايكوال 1، ماشي؟ تمام. ال 27 اقللها شويه 26، هل تنفع ولا ما تنفعش؟ ديفيزابل باي 4 ولا لا؟ لا 26 نوت ديفيزابل باي 4. يبقى 20. 20 بعيده شويه، ما تخليها 24 يبقى اقرب. 24. ايوه صح. 6 اي باور 24 يتبقى لي كم من ال 27؟ 3. اكسلنت. اي باور 24 كده كده بقول عليها ب 1 لانها اي باور 4 ملتبلاي اي باور 4 اللي هو 1 1 1 1 كلهم ب 1 فكده كده هتديني 1. يعني تمام. اي باور 27 دي عباره عن اي باور 3، ماشي؟ اي تمام باور يا 3 بكام؟ انا عارف هي بكام؟ بنيجاتيف اي. نيجاتيف اي. طب مستر ليه مش بوزيتيف اي؟ ليه مش بوزيتيف اي؟ هي لو اي باور 1 هتبقى بوزيتيف اي، ماشي؟ طب اي باور 2 قلنا بنيجاتيف 1 ليه؟ عشان هتبقى سكوير روت اوف نيجاتيف 1 ملتبلاي سكوير روت اوف نيجاتيف 1 فهتديني نيجاتيف 1. طب اي باور 3 عباره عن اي باور 2 ملتبلاي اي، اي باور 2 اللي هو نيجاتيف 1 ملتبلاي الاي يبقى نيجاتيف اي، نيجاتيف 1 ملتبلاي اي نيجاتيف اي، ماشي كده؟ تمام. يبقى دول كده بيتحفظوا زي ما هم. خلاص؟ تمام يا مستر. انا بحفظ لو هي بوزيتيف او نيجاتيف. اول واحده اي باور 1 بوزيتيف اي، اي باور 3 نيجاتيف اي، لكن اي باور 2 بنيجاتيف 1 واي باور 4 ب 1. واحده بواحده كده تحفظهم ان شاء الله. تمام. المهم عندي ان الاي ما يكونش ليها اي باور، لو ليها اي باور لازم احولها يا اما اي يا اما نيجاتيف 1 يا اما نيجاتيف اي يا اما 1، لكن ما فيش حاجه اسمها اي باور 5 اي باور 26 الحاجات دي يعني، ماشي؟ تمام. ماشي. عمر مجدي انت جريد 10 صح؟ ايوه يا عمر. عمر مجدي. ايه. طيب اي باور 30 تعرف تحسبها؟ لا موجود. اي باور 30 يبقى اي باور كم؟ اي 24. في حاجة قبل ال 24، و 24 ممكن أحسبها عادي، 24 بعدين هنا يتبقى لي اي باور كام؟ آه. 24 بلس كام يديني 30؟
اي اي باور 6 صح؟ اي باور نعم هذا اي 28 صح مستر وانا عندي سؤال نعم هو لازم على طول اعمل ديفايد باي 4 بدور على نمبر ينفع يتعمل له ديفايد ديفيزبل باي 4 عشان يبقى ب 1 يعني على طول ديفيزبل باي 4 ايوه لازم يكون ديفيزبل باي 4 تمام فهنا عمر قال ان هي اي باور 28 ملتبلاي اي باور 2 اي باور 28 دي ديفيزبل باي 4 خلاص ب 1 ماشي يتبقى لي اي باور 2 اللي هي بكام انا حافظها اهي نيجاتيف 1 ماشي كده ماشي يا مستر ماشي روان اي باور 43 يا روان تعرفي هتبقى اي باور 40 تايمز اي باور 3 اكسلنت صح دي 1 خلاص واي باور 3 بكام نيجاتيف 1 لا نيجاتيف اي صح استنى نيجاتيف اي بس انا مش موضحها شو ماشي طيب عندي بقى هنا ايه حاجه جديده اي باور نيجاتيف الاي باور نيجاتيف يعني اي باور نيجاتيف 9 مثلا دي بعملها ازاي قال ما فيش مشكله دي سهله برضه بحاول الباور النيجاتيف دي بنزله تحت في الدينومينيتور عشان يبقى بالبوزيتيف اي باور 9 حد عنده مشكله في دي لا تمام يا مستر وهت فوق 1 ماشي يبقى فوق 1 وتحت اي باور 9 طيب برضه هحلها ازاي قال لي ال1 دي عباره عن ايه ممكن اي باور 4 ممكن اي باور 8 ممكن اي باور 12 اي نمبر ديفيزبل باي 4 ينفع اشيل ال1 واحط بداله اي واحده في دول طب انا بختار مين تمام يبقى اي 4 طيب لو خدت 4 هتفرق معايا ايه هو بيقول لي خد اول نمبر اكبر من الايه من ال9 يعني مين اول نمبر بعد ال9 ديفيزبل باي 4 اي باور 12 ماشي يبقى اي باور 12 ديفايدد اي باور 9 ليه خدت ده قال لي ما هو اي والاي نفس البيز بعمل ماينس للباور يعني 12 ماينس 9 ايكوال كام 3 تمام والاي باور 3 انا عارف نيجاتيف اي ماشي تاني لو هو اداني نيجاتيف بحطه في الدينومينيتور واحطه في النومريتور 1 خلاص بقى بوزيتيف وبعدين بدور على اي نمبر ديفيزبل باي 4 بعد ال 9 تمام لقيته هو ال 12 فبعمل بقى ماينس للباور لان هم ديفايدد يبقى 12 ماينس 9 ب 3 بس يعني لازم يبقى اول رقم اه ممكن يكون بعدها بشويه بس هرجع احل تاني يعني مثلا فريد اخترت اي باور 16 ديفايدد اي باور 9 طلعت لي كام 16 ماينس 9 اي باور 7 هرجع اقسمها تاني لاي باور 4 ملتبلاي اي باور 3 ماشي دي ب 1 مستر هو منين حضرتك جبت الاي باور 3 ليه تمام تمام خلاص تمام ماشي يبقى دي الطريقه الاي بتاعت الاي باور بالنيجاتيف طيب مين هيحل معايا اي باور نيجاتيف 61 انا يا مستر هحل مع حضرتك ماشي اتفضل يا مل اقرب رقم divisible by 4 60 تقريبا ماشي وتحت هنا i power 61 صح؟ صح اعملي ماينس كده هتديني 1 نيجاتيف 1 يبقى انت اخترتي اقرب رقم بس ايه
من اللي أصغر منه. أنا عايز أول نمبر بعد الـ 61 مش قبل. 62. لا not divisible by 4. يبقى 64. صح برافو عليك. أعمل ماينس للباور تديني I باور كام؟ 3. Y باور 3 اللي هي بكام؟ بنيجاتيف بنيجاتيف I. ماشي؟ ماشي تمام يا مستر. يعمل معايا I باور نيجاتيف 21 أو 22. روان ولا عبد الله؟ عبد الله. ماشي كم؟ هتبقى 21 يبقى 21 دي 22 معلش دي 22 تبقى اي باور 22 تحت ماشي وفوق و21 فوق 21 فوق 20 ماشي. هترجع لك مشكلة ملك اللي كانت قبل كده ان هيطلع لي ده ماينس 2. المفروض نقول احنا قلنا في النيجاتيف هدور على النمبر اللي هو بعد ال 22 مش قبل ال 22. قبل ال 22 بعد ال 22 او على حسب قبل وبعد دي بالنسبة لك ايه؟ بعد يعني اكبر منها اكبر من التوني تو. توني فور. اكسلنت صح برافو عليك. واعمل ماينس بقى 24 ماينس 22 يديني يديني 2. اي باور 2 اللي هي كام؟ اي باور 2 اللي هي بنيجاتيف 1. ممتاز برافو عليك. ماشي كده يا شباب لو جالي نيجاتيف اقدر برضو اتصرف خلاص. طيب اخر شكل اللي هو يجيب لي الشكل ده اي باور 4 ان بلس 19 مثلا. طيب 4 ان ده اللي هو ايه؟ لو الان ب 1 هيبقى 4. طب لو الان ب 2 هيبقى 8. لو الان ب 3 هيبقى 12. المهم ان هو هيطلع نمبر ديفيزابل باي 4 وخلاص. فانا بعتبر ال 4n ده ماله مش موجود وقول انها i power 19 بس وارجع احلها بقى زي ما كنت بحلها قبل كده اقسمها ل i power 16 multiply i power 3. i power 16 ده ب 1 يتبقى لي i power 3 اللي هي ب negative i. حد خد باله؟ تمام يا بس انا ما فهمتش اللي هو اللي حضرتك عملته فوق. ال 4n هو بيقول لي i power 4n فانا بقول ال 4n دي كده كده هتطلع ب 1. ليه؟ لان ال n لو ب 1 هيبقى 4 multiply 1 هيبقى i power 4. طب لو ال 4 multiply 2 هيبقى i power 8. لو ال n ب 3 يبقى i power 12. المهم ان هو هيطلع number divisible by 4 وده كده كده ب 1 فانا ممكن اشيله خالص. i power 4n دي كانها مش موجوده وركز على مين على اللي بعد كده i power 19 ماشي تمام. يبقى لو جالي بقى 4n 19 دي وخلاص واعمل i power 19 دي زي ما كنت بعمل من شويه. قال لي i power 4n minus 17 مثلا خلاص برضو ال 4n مش موجوده واكمل على انها i power negative 17. تمام وحل النيجاتيف 17 عادي وبعديها اعملها بلس 1 ولا ولا ماينس 1 ولا هنزلها بقى تحت بالبوزيتيف وفوق هتبقى اول نمبر ديفيزابل باي 4 بعد ال 17 18 19 هيبقى 20. بعدين اعمل ماينس للباور هيبقى اي باور 3 اللي هي النيجاتيف تمام. طب مستر دلوقتي انا اعملها ماينس 1 ولا لا؟ ماينس ال 1 يعني ايه ماينس ال 1؟ يعني قصدي اللي هي ال J 4N بس هي طلعت لي 1 اعملها بقى ماينس ال J ولا؟ لا ال I power 4N بلس 19 دي بقسمها ازاي؟ من قوانين الباور ان انا باخد الاولاني
multiply الاي باور التاني. ماشي؟ تمام. عشان كده لما بقول اي باور 4 ان بعتبرها ب 1، 1 multiply اي حاجه هي الحاجه، فكانه مش موجود، عشان كده بشيلها خالص. تمام. مش كده؟ اه تمام. ماشي. في الخمس زي اللي باقيين دول كل واحد يحل مساله. اقول مثلا اول واحده دي اي دي بلال، بعدين ملك، بعدين هدى، روان، ماريا، عبد الله. ماشي. يلا بلال، اي باور 24. انا مختار لك واحدة سهلة اهو. ما جيتش من الاول فمش عارف اعمل ايه. انت حضرت الدرس اللي فات؟ يعني من الدرس اللي فات يعني؟ ايوه. اه يعني ما شرحناش درس جديد. يعني اجيب يعني حاجة تقسم على 8 او بيز ديز اصلا ديفيزبل 4 اصلا؟ اه ديفيزبل باي 4. هل ال 24 ده ديفيزبل باي 4 ولا لا؟ ال 24 ديفيزبل باي 4؟ اه صح ولا لا؟ ايوه. يبقى بكام؟ 6. ايوه يديني 6. لكن الاي باور اي حاجه ديفيزبل باي 4 يديني كام؟ 1. 1. ماشي كده؟ ايوه. ماشي برافو عليك يا بلال. ملك اي باور 37. اي باور 37 بعدها تبقى ايكوال. هجيب الرقم اللي اقرب ليها اللي هو 36. ممتاز. 36. ودي اي باور 1 يعني هتبقى ايكوال كام؟ ايه هتبقى ثانية يا مستر 9. لا نيجاتيف 9. انا ماليش دعوة هي بكام، هي ديفيزبل باي 4 بكام، المهم انها ديفيزبل باي 4 وخلاص. ماشي؟ اه تمام. فدي بعتبرها ب 1، 1 ملتبلاي الاي باي. ماشي؟ تمام. مستر هو حضرتك قصدك ان انا هعمل النيجاتيف اللي هي ال 37 ماينس ال 36؟ ايوه انا بقسم ال 37 دي لجزئين، ال 36 بعدين يتبقى لي كام؟ 1. تمام. بس عشان طيب بقسم الباور كده، دي قوانين الباور يعني. هدى اي باور نيجاتيف 43. تمام. ال 43 ما ينفعش تبقى divisible by 4. خدي بالك بالنيجاتيف. ماشي؟ اه نيجاتيف. فنزلتها تحت في الدينومينيتور بالبوزيتيف، وبعد كده ال 1 ده هشيله واحط بداله اي اي باور نمبر divisible by 4 يكون هيكون كم؟ اي باور 2، لا اي باور 4 قصدي. واي باور 4 ينفع 8 12، بس انا عايز نمبر قريب من ال 43 اللي بعد ال 43 على طول. 44. اكسلنت صح. 44 كده اقدر اعمل ماينس للباور، اي باور 44 ماينس اي باور 43 اديني اي باور كام؟ 44 ماينس 43 تديني اي باور 1. اي باور 1 اللي يبقى اي. ماشي كده؟ الار ده قلنا مين؟ روان. ايه مستر مع حضرتك. ماشي. اي باور نيجاتيف 51 هتبقى اي باور 52. اي باور 52 او نيجاتيف 52. ممتاز. لا بالبوزيتيف بقى، بحط ال 51 تحت بالبوزيتيف. يا معلش الموضوع ملخبط لاني بحط الاي اللي هي باور فبتظهر انها نيجاتيف، لكن الموضوع ايه؟ دي اي مش نيجاتيف، دي النقطة بتاعت الاي يعني. ماشي؟ تمام. بعدين اعمل لهم ماينس. تمام. اديني اي باور كام؟ باور 1. ممتاز، برافو عليك. طب انا نسيت كان مين اللي هو اي؟ كنت قلت مين؟ ماريا؟ ماريا؟ أو مريم؟ مستر هو ممكن حضرتك تقفل السكرين وتفتحها تاني؟ لأنها مش ظاهرة عندي؟ حاضر.
ماشي ناقص اقل من دقيقة. طيب بسرعة حد يقول دي 4n بلس 29 اي حد عارفها يقول بسرعة. هو انا يا مستر ممكن حضرتك تقول السؤال بس عشان السكرين ظاهر عندي. اي باور 4n بلس 29 هتبقى 1 ال 4n دي هتتحول ل 1. ممتاز. وال 9 هتتحول اللي هي هتبقى 29 مش 9 بس 29. اه تمام ال 29 هتتحول ل 28. ممتازة برافو عليك. ملتبلاي الاي واي باور 28 بوان يعني ايكوال اي. ماشي كده تمام. ماشي يا شباب الحصة بتاعتكم كانت جميلة وان شاء الله اشوفكم في حصة تانية قريب.